بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أبنائي الطلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة احنا بناخد نظرة شاملة عن منهج اللغة الإنجليزية لعام 2021 2021. أنا حابب أطمنكم علشان البعض بيسألني كتير، ويمكن في بعض الزملاء لسه ما يعرفش المنهج محتوى إيه، فاحنا هنشوف المحتوى إيه من خلال التصفح كتاب المدرسة. وده الكتاب المدرسي زي ما انتم شايفين، يو هالو ترم 1 انجلش فور بريباراتوري سكول يير 2 ستودنت بوك اند ورك بوك. اول كلمة يمكن بتقابلنا من كلمة بريباراتوري، لو احنا هنحفظها كان انا دايما بحب الطالب اللي هو مجتهد وبيحفظ كلمات وعنده ثروة لغوية، بنحفظها prep prep ARATORY، اسمها سيلابول 3 سيلابول 3 مقاطع زي ما انتم شايفين كده. بعض الكاركترز بعض الشخصيات ده تقابلنا، اللي هي هيروك مازر الأم البطلة، نيو هالو انجلش فور برايمري سكول زير 2 زي ما انتم شايفين، يونت 1 كامينج هوم، وبتتكلم عن ديلي روتين اتيكيتس اباوت انترفيو اند اباوت ديلي روتين الروتين اليومي. دايما هنلاقي ديلي روتين، يبقى لازم نقول روتين تاب اللي هو الروتين الحكومي، وديلي روتين اللي هو الهابتس العادات اليومية، دو اكتيفيتيز النشاطات اللي احنا بنعملها، دو هوبيز. لو جينا نشوف هنلاقي بدأ اللي بيقول لي هاف لانش ات سكول، listen to music, read on the sofa, help to make dinner, play sports, stick with friends. ده اللي هو daily activities or daily routine. أول شخصية بتتكلم عن نفسها how to introduce yourself، لو قلت لك اتكلم عن نفسك، وده احنا خدنا فيديو يمكن لبداية اليونيتس، وإن شاء الله هنكمل. your friend مريم، I'm مريم، my daily routine is the same every school day. طبعا ما فيش وقت إن أنا أكمل ونقول الريدنج كله جرامر، لكن احنا بناخد فكرة. نلاقي بعد كده I remember adverbs of frequency اللي هو طبعا ظروف التكرار، اللي هي present simple tense، كلمات ال present simple المضارع البسيط زي always usually often sometimes never occasionally and so on. talk about my best friends أفضل أصدقاء. Lesson 3 As you see lives around the world. دي صديقة لينا اللي هي طبعا my name is Shahana from India من الهند، وبتكلمنا the difference between life in the village and life in the city، وكانت بتعشق او بتحب الحياة في الريف لغاية ما تروح المدينة وتبدأ تقارن لنا بين الحياة. انا كان يمكن من الحاجات الغريبة ان المنزل اللي موجودة فيه في الريف الزتاب اللي هو صنبور المية at out of the house خارج المنزل at the end of the street في نهاية الشارع. بعد كده عندنا some structures and how to use a and an and the، ازاي نستخدم استخدامات زي usage of a and an اللي هم طبعا زي ما احنا عارفين دول identify اللي هم طبعا أدوات النقرة، ديفينيت اللي هم اللي هي ذا، ديفينيت دايما اللي هي ذا اللي هي أداة التعريف أو المعرفة. وده درس عاملين له طبعا جاهز له فيديو خاص بيه. بعد كده railway children زي ما انتم شايفين railway children الأطفال طبعا، وجايب ال railway السكة الحديد، وجايب بعض ال الادفنجرز المغامرات. هنوصل طبعا listen 6 of and find friend or find a pen friend. I'm from الفيوم، Egypt is large city with beautiful nature. طبعا نتكلم على الطبيعة في الفيوم. وصلنا زي ما قلت listen 6 قبل كده، مكمل.
ده كتاب الاكتيفيتي طبعا، اللي هو الجزء الثاني اللي بيبقى في مؤخرة الكتاب، اللي هو البراكتس والتيسس والاكسرسايزز. جايب فوكاب، بنتكلم بره، هاو تو يوز ذا وورد فاليج تايب كال تاب اند سو اون. يونت 2، هاو ار يو فيلينج، هاو ار يو فيلينج، كيف تشعر؟ If you want to answer this question، عايزين نجاوب السؤال ده نقول ايه؟ هيكلمنا على تينيجر، تينيجرز اللي هم المراهقين، ويقول لك I feel always feel worried، sometimes if I feel happy، sometimes I feel sad، I feel worried and so on. يبقى كده لو هنستعرض اليونت 2 هنعرف ان هي about teenagers and how to write an email formal and informal some jobs. مع العلم يونت 3 لما نشوف هتلاقيها متخصصة في جوبس، الوظائف جوبس، ولكن هنا عندنا كول سنتر وركر، العامل طبعا اللي في مركز الاتصالات، كمبيوتر بروجرامر، نيرس، الممرضة، وبتكلم عليها وعلى الشيفتس وعلى الورد، الورديات العمل بتاعتها، بوليس اوفيسرز، شوب وركر، ستريت فود سيلر، زي ما احنا شايفين. You see the pictures. من كايرو، هنا بقى بدأنا نتكلم عن الشخصيات، بدأ يتكلم، اتكلم عن نيرس، اتكلم using present continuous tense. unit 1 كان بيستخدم present simple المضارع البسيط زي ما احنا شفنا. unit 2 بيتكلم using present simple tense past simple and so on. unit 2 use as you see present continuous tense verb to be am or is or are plus verb plus ing like saying I'm working. You can ask what are you doing, ماذا تفعل؟ I'm doing my work, I'm reading, I'm watching TV and so on. As you see, if you ask him, what are you doing? I'm drawing, I'm signing. And this is a comparison between present simple and present continuous. مضارع بسيط، مضارع مستمر. You see, I always drink milk for breakfast. It's a first form of the verb, infinitive. I'm sitting in my English class. Verb to be plus ing, verb plus ing. I'm sitting, أنا جالس في الفصل بتاعي، في فصل اللغة الإنجليزية. يبقى جايب لي مقارنة بين ال present simple وال present continuous. Lesson 3. You see some actions at present continuous. adverbs of manner. هنلاحظ في unit 2 بيكلمنا على الادفرب اللي هو الظرف، وهنبقى نفتكر مع بعض الادفرب الظرف اللي هو بيأتي بعد الفعل. يعني عندنا الادجكتيف الصفة quick، الادفرب quickly، easy easily، loud loudly، lazy lazily. بس لازم دايما هتلاقي او هنلاحظ ان دايما الادفرب او الظرف او الحال في الانجليش بيجي قبله فيرب. طبعا عندنا بعض الادفرب من good will من fast fast like you say Mr. Ahmed speaks very quietly. Mr. Ahmed speaks English well from the adjective good. هنا speak الفيرب اهو، يبقى عندنا will. You run fast the same adjective and adverb نفس اللي بتستخدم كصفة وكظرف. انا قلت احنا بناخد فكرة بس، انا بستعرض معاكم يعني بالراحة كده، انت عرفت منك في ايه، ونبدأ نشتغل ان شاء الله. توفيق يا رب.
انا قلت اليونت بتتكلم على تينيجرز اللي هم المراهقين، happiness for teenagers، وهيبدأ يجيب لي paragraph about teenagers and their feelings as you see. Lesson 6. وده زي ما قلنا الاكتيفيتي ورك اللي هو brackets and tests or exercise. Unit 3 created jobs، وظائف بقى. هناخد كاركترز، نجيب لنا بعض الكاركترز زي ما قلت قبل كده. سير ماجد يعقوب اللي هو سيرجن اللي هو الجراح طبعا، فور هارت جراح عالمي طبعا عارفينه. وعندنا هداية هانم بركات، ودي كانت دايما بتبقى شيرت وركرز بتتطوع للعمل الخيري. وعندنا عمر عبد القادر، وده سبورت سكوتش لاعب ومدرب رياضة قطري. وعندنا سميرة موسى طبعا الأديبة والكاتبة والمعروفة برضو اللي كانت بتتطوع بالمشاركة في العمل الخيري وتشاريتي ووركس. Egyptian Heroes، عندنا بعض الكلمات ناخد بالنا منها جدا برضو، هتقابلنا في اليونت ده جميلة جدا. وهنا Enrich Your Vocab، بنسري اللغة بتاعتنا. هيرو اللي هو البطل، هيروين، هيروين اللي هي البطلة، هيروك اللي هو بطولي. فهنا Egyptian Heroes وبتكلم على The Egyptian Handball Team، فريق كرة القدم، فريق كرة اليد، Handball اللي هو اليد. بعد كده هنستعرض اليونت، اليونت 3 ليسون 3 Charity Countryside Emergency. بعد كده الفوكاب Charity العمل الخيري، Countryside طبعا الريف، Emergency اللي هي الطوارئ، Natural Disaster كوارث طبيعية، Proud اللي هو فخور، Volunteer اللي هو المتطوع. وهنا بقى بتتكلم ان انت بيبقى لك هيرو بطل، هتتكلم على البطل بتاعك ودايما تقول I'm proud of him، I'm proud of my father، I'm proud of my teacher as you see. من الحاجات اللي هي خاصة بالstructure والجرامر used to تستخدم طبعا to express an habit in the past، I used to play in the street and so on، used to. Lesson 5 my heroic mother، أم البطلة بقى يعني هنا صاحبة بطولات. Today my mother is an important nurse، Mrs. كريمة محمد. بتكلم على الأم واللي هي بتشتغل ممرضة واللي اسمها كريمة محمد. طبعا ما فيش وقت ان انا اقرا التكست ونكمله، ولكن المفروض ان احنا هناخد ان شاء الله كل حاجه ديتيلز بالتفصيل. ان ديتيلز ليسون 5. بعد كده عندنا يونت 4 انتو ذا باست، تعال نرجع بقى للماضي، تعال نعرف بعض المعالم لاند ماركس. يونت ممتع جدا وبتتكلم عن لاند ماركس المعالم والآثار في دول كتير، في ألجيريا، في الجزائر، في كايرو، في سنغال، في دول كتير شقيقة. وبيتكلم عن بعض المعالم والحاجات اللي احنا اللي فيها. وهنا we talk about cultural sites، we have to know about the Egyptian civilizations and Sphinx pyramids، ancient Egyptian museums and so on. Like you see some places at Lebanon، في لبنان، ألجيريا، في الجزائر، بعض المعالم بتاع الدول. طبعا لازم يكون عندنا ثقافة ونعرف بعض المعلومات عنها زي ما انتم شايفين. This is Egypt. Can you write a paragraph of 9 words about the best places at Egypt؟ talk about tourism، برضو هنا بيتكلم عن tourism السياحة، and the benefit of it for our national income، الدخل القومي،
an amazing day out. احكي لنا عن يوم بالنسبة لك مذهل إضاءته بالخارج. Which places did you visit؟ الأماكن اللي أنت زرتها. Did you enjoy there؟ استمتعت هناك؟ فبنبدأ نتكلم and describe it. Museum of Egypt، المتاحف المصرية، في بعض الحاجات زي ما احنا شايفين. Plan your visit what's on، بعض ال objects، أشكال اللي أنت شايفينها، بابا صورك البارتي باول ونيكولاس اللي هو العقد ورينج الخاتم، فيجرز وماسك اللي هو القناع، بعض الأشكال اللي احنا بنشوفها في المقابر في تومس، objects from Egypt's past، طبعا العراقة والجمال بتاع القدماء المصريين. always say we are proud to be Egyptian، احنا دايما بنفتخر ان احنا مصريين. بس هنا بدأ يجيب لنا بعض الدول التانية، جايب لي بعض المعالم وبعض الحاجات. stone circles at سنغال، حجر المدور المستدير ده اللي في السنغال، ونشوفه بيرمز ليه وبيتكلموا عليه وهو مهم ليه. As you see this is lesson to at unit 5. unit 5 talking about helping me help you، المساعدة بقى بالمثل، يعني أنا أساعدك أنت تساعدني. give and take، give ناخد تاخد وتدي. and random acts of kindness، هنا بتتكلم على حاجة جميلة جدا واللي هو العطاء والطيبة بلا مقابل. حد بيدي كده دايما اللي هو عنده random acts actions of kindness، random acts of kindness اللي هو طيبة عشوائية. random acts as you see text reading، عطاء بلا مكافأة أو بلا مقابل بطيبة. always feel happy، وانت بتبقى سعيد جدا وانت بتعمل كده. دايما اللي هم المتطوعين بيبقوا هم من الناس اللي كده بدونيت، بيتبرع دايما، دونيت ماني، دونيت هيلب، جيف هيز تايم تو هيلب فور تشيرت وركس، اعمال خيريه. ذا لاست يونت، يونت 6 ديفرنت انفايرمنتس، البيئات المختلفه، بتكلم على اير بولوشن، تلوث الهواء، water pollution تلوث المياه، from rubbish and so on، drought الجفاف، flood الفيضان. this is an important unit، unit جميلة، بتتكلم على climate and weather، الطقس المناخ، بتتكلم على protection is better than cure، الوقاية خير من العلاج. ناخد منها معلومات جميلة جدا about nature، عن الطبيعة. الجرامر او الستراكشر اللي هنا اللي هو الادجكتيفز، الصفات، طبعا درس جميل جدا وممتع وسهل جدا. as you see talk about some cities like بورسعيد، spotlights on، عايزين نلقي الضوء على بورسعيد. spotlight on طنطا، spotlight on دمياطة، القي الضوء كده، قول لي بعض المميزات بتاع بورسعيد، بتاع دمياط، بتاع طنطا، الموقع بتاعها المشهورة بإيه. يعني مثلا بورسعيد is located in the northeast of Egypt، طبعا بتقع north east، شمال شرق مصر. the city is known of its ships، مشهورة طبعا ومعروفة بالسفن بتاعتها، which come and go from around the world، من جميع دول العالم، عشان سويس كانال، قناة السويس طبعا. بورسعيد is connected to Suez by the Suez Canal، بتربط العالم كله طبعا من خلال قناة السويس. many fish are caught in the sea near بورسعيد، أسماك كتير طبعا ومشهورة بالثروة السمكية. هنشوف طنطا، هنشوف دمياط، هنشوف كايرو، هنشوف مدن كتير. نتكلم right about him، سيدي بوسعيد، أماكن كتير، many places. بعد كده review من الموضوعات اللي شيقة جدا برضو اللي ممكن write a paragraph of 90 words about شم النسيم. شم النسيم ده أنا عامل له فيديو خاص بيه، كان بمناسبة شم النسيم، فهيبقى موجود معانا مرجع ان احنا نعرف معلومات تاريخية ودينية عن هذا. هو it's about a religious festival، هو مهرجان ديني. it's the day of spring، هو عيد الربيع بالنسبة لنا.
الفسيخ طبعا جايب لي الحاجات اللي بنستخدمها، اللي هو سولت فيش، كلارفول ايجز، الجرين انيونز، البصل الاخضر، والحاجات اللي هي الطقوس الخاصه بتاعت المصريين. ذا لاست ثينج از تشيك يور انجلش، طبعا بنعمل تشيك اللي هو براكت سينج تيست. بكده يبقى احنا وصلنا لاخر حاجه في الكتاب بتاعنا ان شاء الله، وده انت كده طمنت نفسك، كالم يور سيلف داون، محدش حد يسأل يقول المنهج بيتكلم على ايه، المنهج صعب ولا سهل، انت عرفت المنهج بتاعك. ابدأ نشتغل ستيب باي ستيب. دايما تختار المدرس القوي اللي بتسمع له، المدرس القوي يعني بيطلع لنا طالب قوي. ما نعملش بلايند ايميتيشن، التقليد الاعمى، ونمشي مع زمايلنا ان احنا بنفكر بس نبقى ايه، بنمشي مع اصحابنا او كده. لا، انت دايما بتسمع المعلومة، حتى لو الفيديو فتحته ولقيت فيه معلومة بتفيدك، بتيجي في الاخر بتقول مستر انا بحط لايك وبكتب كلمة تعليق، مش ان انت بتقول لي شكرا ومش منتظرين شكرا من حد. احنا بنعملها خدمة مجانية او مساعدة لابنائنا الطلبة، وده واجبنا، ولكن انت لازم تختار صح. ودمتم مبدعين فائقين ابنائي وبنات الطلبة والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.